حديث أكثر حول انتشار الحميات ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مكتب الصحة في المهرة عوض مبارك سعد. أهلا بكم معنا دكتور عوض. كيف تقيمون الوضع الصحي في المهرة بالتزامن مع أخبار عن انتشار الحميات والكوليرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا لاهتمام قناة المهرية بالقطاع الصحي في محافظة المهرة. نحن بصراحة في محافظة المهرة وبشكل موسمي نتعرض لموجات عصير وأمطار مع التغير المناخي، وتسبب لنا هذا في الكثير من الأمراض خاصة الحميات في محافظة المهرة، سواء كان الملاريا وانتشار بقية مثل هذه الأمراض. ولهذا في الآونة الأخيرة وخاصة في بعض المحافظات الجنوبية انتشرت حالات كثر من الكوليرا، مما تسبب في هلع في كثير من المحافظات. بالنسبة لنا في محافظة المهرة حتى الآن لم تثبت أي حالة مخبرية ان هناك حالات الكوليرا، ولكننا نتوقعها في اي وقت، خاصه ان احنا محافظه المهره نستوعب كل الناس من كافه محافظات الجمهوريه. نعم. السلطه المحليه ممثله بالاخ المحافظ محمد علي ياسر كان في معنا في لقاء لاستعدادات لمثل هذه الحالات، ويتطلب الامر تدخل السلطه المركزيه وكذلك وزاره الصحه العامه والسكان لتقوم بدورها الاساسي. نحن بصراحه بحاجه الى تدخلات مباشره. نحن على وشك الانتهاء من مركز او مجمع للحميات او مجمع للاوديه. نعم. على وشك الانتهاء منه، بحاجه الى تجهيزات طبيه، بحاجه الى خدمه، الى كل ما يلزم من هذا الجانب. ولهذا نحن نشتي نسبق هذا الموسم، موسم الامطار، موسم الحميات، سواء كانت الصنك او الملاريا او غيرها، نشتي نسبق هذا الموسم يكون عندنا بنيه تحتيه نساعد الناس فيها. نعم، إذا ما هي أبرز التحديات في هذا الموضوع دكتور عوض؟ ما أبرز التحديات والمشاكل التي تواجهونها كمكتب صحة؟ نحن الآن خاصة بعد الأمطار الأخيرة انتشرت الوبائيات، انتشرت الحميات، ثم الصنك، ثم الملاريا، الإسهالات ما بين الأطفال وما بين متوسطي العمر، وهذا يتطلب تدخل خاصة في جانب الرش، في جانب الرش، ليس الرش العادي وإنما رش الرش الذي يفيد الناس اللي هو نسميه نحن الاثر الباقي. هذا الاثر الباقي يكون رش مفيد ويستمر مفعولا لمده سنه او يقل قليلا. هذا هو مردود ايجابي. سبق ان رفعنا وزاره الصحه العامه والسكان وخاطبنا بعض الجهات الاخرى لدعمنا في هذا الجانب. نحن محافظه دائما بعيدين او دائما بعيدين عن هرم الدوله تقريبا، مع احترامي طبعا للدوله والدوله المركزيه اقصد فيها. فلا بد من اعطاء محافظه المهره وجه او الرئيه بوجه خاص، وان تضم كافه التشكيلات الجمهوريه اليمنيه وخاصه النازحين من المحافظات الاخرى. ولهذا يتطلب الامر اعطاء اهميه خاصه لمحافظه المهره في هذا الجانب، ومساعده السلطه المحليه. السلطه المحليه تقدم ما تقدر عليه، ولكن نحن اللي نعوله على وزاره الصحه العامه والسكان تدخلها. الاخوه في الوزاره ما قصروا، بنوا لنا بنيه تحتيه خاصه في مجال الامراض الوبائيه، ولكن بحاجه الى تدخل قطاع الملاريا في وزاره الصحه يقوم بدوره لانتشار المحافظه من هذه الوبائيات وهذه الحملات، خاصه انها اصبحت الان موسميه. نعم، اذا دكتور نتمنى من السلطات المختصه التجاوب معكم في هذا الجانب. كان معنا عبر الهاتف مدير مكتب الصحة في المهرة أعوض مبارك سعد.